أحداث ومفاجآت لن يتوقعها أحد، وأخطر القرارات والأحداث في عام 2024. شاهد أخطر توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف بتتوقع أن الأضواء الإعلامية بتتجه إلى مدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البصري لحدث مهم أما بين البدلة العسكرية والبدلة السياسية. أرى اللواء البصري في الحالتين يؤدي التحية ويشكل المفاجأة، وممكن يكون رئاسيا وممكن تكون مفاجأة رئاسية أو غير ذلك. مشهد المياه اللي عمر الشوارع اللبنانية بسبب الأمطار هيكون مشهد طبيعي أمام قسوة وخطورة المشاهد القادمة بسبب الأمطار والعواصف. وهنا أحذر وأنبه الجميع بإيجاد الحلول قبل وقوع الكارثة، خاصة خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجديدة. أزمة انتخاب رئيس الجمهورية والخلافات المسيحية على اسم الرئيس هيجعل البطريرك أراعي في حالة انزعاج شديد، قد يتخذ من خلاله موقف صادم لجميع ما قد نراه، وسيكون في حالة اعتكاف أو في حالة بعد واستراحة بعيدة عن حالة النكد السياسي، كي يضع الجميع أمام مسؤوليتهم الوطنية تجاه لبنان والشعب والرئيس. سنرى السيد حسن نصر الله في لقاء تاريخي مع إحدى القيادات العربية الخليجية والمرموقة، ولا أستبعد أن يتم هذا اللقاء في دولة إسلامية بارزة. في 2024 هيكون السيد حسن نصر الله بين خيارين كبيرين، ولأنه سيد المقاومة وسيد الكلام سنرى سيبدأ بالحكمة والأحكام وجمهور المقاومة وأنصار حزب الله بتملأ الشوارع تأييدا لقرار حسن نصر الله. شخصية عربية محبوبة وبارزة هتكون من أبرز وأهم المرشحين للحصول على جائزة نوبل للسلام عبر تحقيق إنجاز عربي كبير يؤدي إلى بداية مرحلة السلام في السعودية، ومن خلال موقف عربي موحد. ولا أستبعد أن يكون ولي العهد السعودي صاحب الشرف للحصول على هذه الجائزة، وستكون السودان مدخل هذه المبادرة. إنجاز رياضي على مستوى كبير يحققه فريق من المملكة العربية السعودية بين فريق الهلال ونصر، وسنشهد نصر رياضي باهر. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هيزور سوريا في عام 2024، ووفود أوروبية وأمريكية نراها في سوريا. انفراجة في سوريا فيما يخص أزمات المياه والغذاء والكهرباء. قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي هيكون أمام مخاطر الانهيار العسكري ومواجهة خطر الانهيار الصحي، ويد الغدر تحوم نحوه. خفض وتيرة الاقتتال في السودان حتى إنهاء الصراع واختفاء مشاهد الدمار والتهجير أمام مرحلة السلام بمساندة أمريكية مصرية مع السعودية وقطر. كمان توقعات ليلى عبد اللطيف من أهم توقعات لبنان إن لبنان هيتخطى الظروف الصعبة اللي هتواجهه في 2024. استقرار سعر صرف الدولار في المرحلة المقبلة وزيادة الاستثمار في لبنان، إنشاء العديد من المشاريع الضخمة والاقتصادية الشهيرة المتوافقة مع ارتفاع أسهم سوليدير، حركة فعالة بشكل ملحوظ. لبنان سيصبح من أهم مراكز السياحة مثل دبي، الجيش على أبواب مخيم عين الحلوة، انتصار للمقاومة الإسلامية. من المرتقب أن يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب المبادرات السحرية، ستكون كلمة السر لديه لانتخاب رئيس الجمهورية، ولن يسمح بأن يطول الفراغ في قصر بعبدة. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب الميقاتي هيكون عراب المرحلة المقبلة، وهيكون ليه دور بارز ومهم جدا وصعب بعد انتخاب رئيس جديد للبنان. نشهد عناق بين رئيس تيار المرضى سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر إن إب جبران باسيل ودور وطني للأخير هيشغل الإعلام. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يخرج من دائرة الأمن العام إلى دائرة السياسة. مليوني 8 و14 أذار ستملأ شوارع بيروت. حالة من الفوضى والغليان أمام أحد المراكز الحكومية في لبنان وهرج ومرج. رئيس سعد الحريري وجولة عربية تبدأ من العاصمة السعودية الرياض. رحيل رجل دين بارز بشكل مفاجئ وصدمة كبيرة لدى اللبنانيين، حدث ينهي حياة شخصية عسكرية لبنانية سابقة بارزة. غياب رئيس لبناني سابق نتيجة حادث، وخروج الفنان فضل شاكر من مخيم عين الحلوة، انقطاع شبكة الاتصالات لفترة قصيرة ونزول الناس إلى الشارع، صرخة احتجاجات تخرج من مطار بيروت، وشلل مؤقت في عمل المطار. مطار بيروت هيكون حديث وسائل الإعلام
وسنة مليئة بالازدهار والانتعاش الاقتصادي الغير مسبوق للسعودية عالميا. إقامة مشاريع داعمة للشباب في مصر، مصر هتكون مركز إقليمي للطاقة، دخول مصر عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، إعلان مصر عن حدث طبي غير مسبوق، والإعلام الدولي والعربي يكون حاضر لتسليط الأضواء وتسجيل هذا الحدث. ظهور فيلم سينمائي أو مسلسل يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة الفنانة فاتن حمامة. محمد رمضان متوقع يظل في مكانته كنمبر 1. كمان ليلى عبد اللطيف توقعت أن 2024 ستكون للأسف عام دموي على مستويات عديدة يشهدها العالم. كمان توقعت انتشار وباء قاتل وخطير هيؤدي لتداعيات أخطر من تداعيات فيروس كورونا، وهيؤدي للدراسة وللعمل عن بعد. ما بين 2024 و2025 ستختفي بعض المدن، وحيوانات مفترسة وغريبة تهاجم الإنسان، كوارث طبيعية وأزمات غذائية في 2024. كم تتوقع ليلى عبد اللطيف أن في 2024 سيحمل أجواء الخوف والهلع على بعض المطارات والمرافق الحيوية وأيضا محطات القطار في العالم بسبب حدوث كوارث طبيعية وغير طبيعية في هذه المرافق؟ أيضا سيكون عام سقوط ورحيل الكبار من أهل السياسة وعام رحيل الكبار من أهل الفن، وهو عام قد نشهد فيه اعتزال مفاجئ لبعض الوجوه الفنية، وأيضا أرى أسماء كبيرة وبارزة لشخصيات أو مشاهير تختفي عن الوجهة الإعلامية بسبب الاعتزال أو الوفاة. أيضا سنرى مشاهد جرحى وقتلى في عدد من الأماكن المقدسة، وده هيؤدي لانتشار حالة من القلق والاستنكار والتأهب، وسنرى قوات من الشرطة والجيش تنتشر وتحمي هذه الأماكن المقدسة. سنرى ونسمع عن خبر وفاة بيتحول إلى مناسبة للاحتفال بدل الحزن والحداد، وأرى الفرح يعم الشوارع عند انتشار خبر وفاة أحد الزعماء أو أحد الشخصيات القيادية البارزة. بعض مصارف العالم في 2024 ستواجه ظاهرة خطيرة جدا، وهي عبارة عن برامج قرصنة بتقودها شبكة كبيرة من الخارج، وهي شبكة منظمة تعمل على أساليب جديدة وحديثة، تعمل بأساليب ذكية وحديثة بيصعب اكتشافها بسهولة، وهتركز نشاطها على البنوك العربية وغير العربية، والإنتربول الدولي هيتدخل ويحقق نتائج مهمة جدا، وهيكشف مكان أعمال ونشاط هذه الشركة، وسيقوم بحماية البنوك بعدم السقوط في الفخ. متابعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة. بشكر حضراتكم جدا، وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة. دمتم في أمان الله ورعايته.